ما كيفية الصلاة على الجنائز وما فضلها وماذا يقال فيها؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، تبقى في حقهم سنة، وهي من محاسن هذا الدين الإسلامي، لأن فيها إحسانا إلى الميت شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. وكيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرها الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو بعدها للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مستقرنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، من توفيته وتوفه عليهما، ويدعو بما تيسر، وإذا لم يحفظ هذا الدعاء فإنه يدعو بما تيسر مما ينفع الميت ويدعو للمسلمين أيضا، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، بارك الله فيكم.